توفيق قائد محمد علي، العمر 30 سنة، متزوج ولدي طفل صغير. كان هناك شعور الصراحة الإنسان يكون مرة بغاية الفرح والسرور. أنا ما كنت متوقع أن أنا بحصل على الجائزة. أحب الألوان الهادية، الألوان الكويسة الفاتحة. الدولاب كمية التخزين فيها أقل، إيكيا كمية التخزين حق الدواليب والغرفة النوم، كمان الدواليب كمية التخزين أكبر، كمان الأريكة اللي في الغرفة اللي هي أمام السرير كمان دواليب زيادة كمية التخزين فيها غير الدواليب حق السرير. ونشكر إيكيا شكر كثير على الهدية. توفيق بيشتغل تقريبا طول اليوم، عمله في مجهود عالي، فنبغى نوفر له في نهاية اليوم لما يكون متواجد في بيته تكون في غرفة نوم فيها أريحية، فيها ريلاكسيشن، ألوانها حتكون هادية أكثر، حنستخدم اللون الأزرق. بالنسبة لحلول التخزين زي ما قلنا حنحاول نخليها في حل واحد اللي هي الباكس، حنكبر مساحة الباكس، حنعمل كورنر خاص بالتخزين سواء تخزين الملابس، تخزين المقتنيات، حنحطها في سولوشن واحد في جهة واحدة في الغرفة بحيث انه ما ناخد باقي المساحات الثانية للتخزين الزيادة. ما شاء الله، ما كنت متوقع أن الغرفة بتكون بهذا المنظر الجميل والروعة. عندما خشيت الغرفة لقيت غرفة مرة جميلة وروعة بشكل ما كنت أتصوره. أنا كمية التخزين كبيرة وواسعة، الدولاب كبير كمان، أشوف الغرفة كأنها مرة واسعة عندما حطينا الغرفة الجديدة. كنت أول أخش الغرفة أشوفها كلها ضيق، ما فيها مساحة واسعة. أغراض البنت كنا نحطها مع أغراضنا في الدولاب الكبير. كان السرير مرة مكانه ضيق وشكله مو حلو، الحين صار لها مكان خاص وأغراضها بمكان خاص وسريرها مرة حلو والمكان واسع. نشكر إيكيا شكر كثير على ما قدمت لنا من هدية جميلة ورائعة وبغاية الروعة والجمال. نشكرها ألف شكر.